السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بعض الحيل الجديدة في ميدجورني. طبعا ميدجورني عشان تفتحه بتخش على الديسكورد وتفتح ميدجورني. يعني لو انت جيت هنا مثلا على جوجل وقلت له ميدجورني، تمام، اهو هتعمل ساين ان فيدخلك على الديسكورد، ولازم يكون عندك حساب على الديسكورد. ديسكورد عامل زي شات، تمام، بتبدأ ان انت تعمل تتكلم فيه. هحاول احط لكم لينك بحيث ان انت تدوس عليه تدخل على الديسكورد مع الميدجورني على طول. طيب خلينا نقول له اهو في الديسكورد انا عايز اتخيل، او قبل ما اتخيل خلينا ارفع صورة. اقول له ان انا عايز ارفع صورة، ابلود فايل، وارفع صورة ليا واقول له حولها لشخصية كرتون. مثلا اهوت، تعال نشوف الصورة اللي هي كده. ماشي. طيب خلينا نختار مثلا صورة هيت، تمام، واقول له انتر. طيب بعد ما ارفعها الصورة دي اهي، اقدر ان اخد اللينك، هقول له كوبي ايمج ادرس، مش كوبي ايمج، لا انا عايز بس ايه اللينك بتاعها. وبعد كده هقول له تخيل، تخيلت، طب خد اللينك ده الصورة، تمام. عايزين نحول بقى الصورة دي لشخصية كرتونية وربنا يستر، تمام. ممكن اقول له عايزه كرتون ارت وورك، عايز سانسيت، عايز شارب فيس، ممكن اقول له ديتيلز، ممكن اقول له اديني من الفيرجن 4، تمام. خليني الغي، يعني انت تقدر تحط بقى شويه ايه الحاجات اللي انت عايزها عشان تختار الصوره اللي انت عايزها، وندوس انتر ونستنى الصوره اللي هو هيعملها لنا. فبدأ يعمل لي الشخصيات بالشكل دوت، تمام. طيب انت مثلا عاجبك مثلا اول واحدة، هتقول له عايز تكبر لي اول واحدة، تمام. ممكن دي الاصدارات المختلفة، ممكن تقول له طب انا عايزك تركز على الاصدار الرابع مثلا، ممكن تقول له لا ده انا مش عايز ولا واحدة فيهم، انا عايزك ايه تعمل تحديث مثلا، تمام. طيب